لا بأس بذلك، لأن البنك قد اعتمد من ولاة الأمور، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء، وعليه رقابة من أهل الاختصاص وأهل المعرفة بالأحكام الشرعية، فأمره منضبط إن شاء الله. فمن أراد أن يدفع له فهذا أمر جائز، ومن أراد أن يتولى ذبح هديه هو بنفسه أو يوكل عليه من يثق به فهذا أيضا جائز. وكون الإنسان يتولى ذبح الهدي بنفسه هذا أفضل، وإذا وكل البنك أو وكل غيره فهذا جائز إن شاء الله. نعم.